السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقفون اعتزازا بإخواننا في غزة، غزة العزة الذين تجاوزت أرواحهم عنان السماء وهم ضيوف عند الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إخوتي أحبتي في الله، وكذلك نقف معتذرين لهم خجولين منهم ومن بطولاتهم، ونقول لهم سامحونا جزاكم الله خيرا، فهذا جهد مقيم. وما علينا في آخر هذه الوقفة المباركة إلا أن نؤكد على بعض الأمور، أننا في تمام المطر، بل نحن اليوم أصحاب القضية، لم نعد نتضامن، بل نحن أصحابها، بل نحن أصحابها، ولنا حق فيها. ألم يصلي نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين ليلتها في الأقصى؟ ألم يوصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسرج الأقصى؟ ألم يوصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن المستضعفين؟ تجاوز عدد الشهداء والحمد لله 9000، ضحوا بالغالي والنفيس، ونحن في وقفتنا هذه نؤيد ونبارك ونثمن عمل المجاهدين المقاومين، وندين عمل المسلمين الأمريكان والغرب وكل حكام المطبعين. يا سامي درجة هرجة، يا سامي درجة هرجة، وسام واصل الكفاة، وسام واصل الكفاة. إخوتي أحبتي في الأخير، علينا جميعا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى لننصر هذه القضية بقلوبنا وبتوبتنا أولا، لنجعل من هذه الليلة ليلة قيام ودعاء وتبتل وبكاء على الله سبحانه وتعالى، وقراءة سورة الأنفال نصرة لإخوتنا في غزة وفي فلسطين. نقول في الأخير ونقرأ سورة الفاتحة ترحما على الشهداء ومنصرف راشدين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.